حررت سلطات الأمنية يومه الأربعاء بمدينة طنجة محضرا بحق رشيد العلالي منشط برنامج رشيد شو على القناة الثانية دوزام، وذلك بسبب خرقه لقانون حالة الطوارئ بمدينة طنجة وعدم ارتدائه للكمامة واستعمال الشاطئ المحظور بموجب قرار من السلطات. وكان رشيد العلالي قد وضع صورا على حسابه في الانستغرام وهو يتجول في شاطئ ميراج ممتطيا جوادا وبرفقة أصدقائه. هذا وقد أثارت صور حفيدة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبته وفقا للقوانين المعمول بها.